احنا جايين على مسرح الجريمة لانه هون قتلونا مرة تانية. اعملوا معروف تحولنا الطريق لانه هيدي مدفع هون جايين على الجنازة التانية تبع اولادنا وتبع عيالنا. بعملوا معروف حسوا منا تحولنا الطريق. أهالي الضحايا بدهم حقهم، بدهم حق أولادهم، بدهم حق عيالهم، كيف بدهم ياخذوا حقهم؟ إذا قاعد مخبين لجوا وما عم بيشغل شغله مزبوط، كيف بياخذوا حقهم؟ مين بيعوض عن الخسارات؟ ليه ما بينزل بيحكي؟ ليه ما بيعمل الحق المزبوط؟ حيصير لها سنة الانفجار، وين الحق؟